انت ضيف فقره انت السائل، بيجيب لك سؤال، اذا جاوب تستلم 5000 جائزه. مستعد؟ تفضل. من هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حسان بن ثابت. حسان بن ثابت. اي شل الثقافه العامه السريعه. حسان بن ثابت، واجابه سليمه، وتفضل 5000 ريال. لا لا والله مسامع. عد 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 عد. خمسة. واحد. يا سلام. أعزائنا المشاهدين، أعزائنا المشاهدين، أعزائنا المشاهدين، الأول جاوب، نشوف الثاني. بسم الله. من هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال يقول من هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء صلى على وسلم. اللهم صل وسلم. شاعر النبي من هو؟ شاعر النبي. طبعا اللي قبلك جاوب على طول، ثقافة عامة، أنت نسألك في الرياضة. ايش السؤال؟ ايش السؤال؟ من هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس ابو ازهر. من اليوم. ها؟ لا غلطان. غلطان. جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي، الاجابه خطا. نشوف الثاني. اذا الان راحت خمسه وحافظت على خمسه، نشوف الثالث. بسم الله. اذا المتسابق الاول جاوب، الثاني ما جاوبش، الثالث بنشوفها الان. بسم الله. من هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه. الله، هذا شيء والله ما فهمت صراحه. ابدا ابدا. ولا بتتابع الشعر والشعراء؟ اذا اعزائنا المشاهدين، ما جاوبش. طازج من البحر الى هنا. الى هنا. صد شيء. لا الحا الريح. طيب فقرة انت السائل، اذا جاوبت بتستلم جائزة 5000 ريال من رصيدة تسحب. اسأل. من هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حسان بن ثابت. شاعر الرسول حسان بن ثابت، واجابة صحيحة، و 5000 ينقص من رصيدك. اذا المتسابق الرابع اجاب. الان اثنين اجابوا واثنين ما اجابوش. الحصيلة 10 راحت وعشرة باقية وعشرة عادي على كف الباري. نشوف المتسابق رقم 5، في أمان الله. من هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش عارف شاعر الرسول؟ مش أنت عارف منه؟ الله يسامحك. طيب صلي على رسول الله. اللهم صل وسلم. أكبر جائزة أنك صليت على النبي. أعزائي المشاهدين، المتسابق الخامس ما عرفش. من هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم تستلم جائزة 5000؟ حسان بن وقاص. حسان. أنت تجيب حسان بن وقاص ولا ابن ثابت ولا ابن علي ولا حسان بن ثابت؟ أيوة حسان بن ثابت، وقد جاب الإجابة الصدق، لذلك ما نقدرش نحرمه. إجابة صحيحة و 5000 ريال، مبروك عليك الجائزة. الو، حاسب الرجال من رصيدك. تصفيق يا شباب الموجودين معنا. اذا اعزائنا المشاهدين، الخلاصه 30000 ريال كان في رصيده. سالنا 6 اشخاص، 3 جاوبوا، 3 ما جاوبوش. الحصيله 15 راحت و15 باقيه، ومبروك عليك 15000 ريال. اعزائي المشاهدين، فقره ركز معي مع الاخ أبكرها كاظم. يا أبكر، أنا بدي لك جملة تحداك تقولها. شوف. بسرعة، لكن 5 مرات. يا فقيه ما تمفق باك، بسرعة. يا فقيه ما تمفق. يا فقيه ما تمفق نابا. 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 يعني ما اتفقتش أنت والفقيه. شو لك فقيه ثاني؟ السلام عليكم. فقرة ركز معي، مركز. مركز. يا فقيه ما تمفق باك. يا فقيه ما تمفق. ايوه حلو. يا فقيمة متمفقها بك. يا فقيمة متمفقها وحش. يا فقيمة متمفقها بك. يا فقيمة متمفقها بك. يا فتيك يا فتيك يا فتيك يا فتيك يا فتيك متمفقها بك. يا فقيمة متمفقها بك. يا فك يا فكيه متمفقها وحش. يا فقيه متمفقها بك. بسرعة. يا فقيه ما تفقها بك. يا فقيه ما تفقها بك. يا فقيه ما تكبكش. يا فقيه ما تكبكش. يا فقيه ما تكبكش.
يا فقيه متكافك يا فقيه متكافك يا فقيه ما تمفقهبك يا فقيه ما تمفقهبك فلتنا وسار يا جماعة ما نفعل أيوة. طيب قول يا فقيه ما تمفقهبك 5 مرات تسلم جائزة يا فقيه ما تمفقهبك 5 مرات يا فقيه ما تمفقهبك 5 مرات والله ما اللسان بيعلق يعلق حاول شوف يا فقيه ما تمفقهبك يا فقيه ما تمفقهبك يا فقيه ما تمفقهبك ما اقول لك اللسان بيعلق حاول يا فقيه ما تمفقهبك يا فقيه ما تمفقهبك ما شيك منا ما يجي مرة بس ما يجي مرة يلا يا فقيه يا فقيه ما تمفقهبك آخر مرة يا فقيه ما تمفقهبك 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 مطب أنا وقع مطب في مطب يا فقيه ما تمفقهبك يا فقيه ما تمفقهبك يا فقيه ما تمفقهبك ما يفهمك إلا اللي خلقك قل لي بسرعة يا فقيه ما تمفقهبك 5 مرات يا فقيه ما تمفقهبك 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 جابها يا أستاذ أحمد جابها إسكاعدة يعني المرة الأخيرة يا فقيه ما تمفقهبك 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 إبداع ما شاء الله عزيز ما شاء الله إيش قلت لي اسمك عبد الله يوسف طيب الآن هذه المرحلة الأولى جابها أعزائي المشاهدين المرحلة الثانية أنا عاد أقول لك الآن مرحلة الجائزة مع أنه وصلها إلا بعد ما تعدي هذه المرحلة شوف أي واحد من الحاضرين اختاره أي واحد من الحاضرين مناسب اخترته تعال يا سمير هاي اسمك؟ سمير أحمد علي يا سمير هذا الجائزة متعلقة بهذا يعني حظ ونصيب جائزتك ما في جيبه من فلوس يمني ندي لك على قدرها ما في جيبه من فلوس يمني ادي لك على قدرها مع قيمة التلفون ما في جيبك من فلوس زير من تحصل فلوس يلا تفرتش كم معك 1500 ريال 1500 ريال خالد يا خالد شاطرقيك انت انا اقول لك هذا حظك انا قلت لك الجائزه متعلقه به بس انت ما قلت يلا لا 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 انا تروح هات تسلم فلوس يلا خرج يا شباب ما بيش عرض اللي وراك ما هو كان 10,000 خلاص هذا 1500 من الطاقم هذا 1500 حقك تفضل رجعها هذا من الطاقم وهذا الجائزة حقك 1500 100,000 تستلمها لو كان في جيبة 100,000 تستلمها كم ما كانت كنت تقول لي بدري مبروك عليك 1500 ريال وصلنا وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى فقرة سواليف الريف معنا واحد كذا شاعر والثاني يجيب لنا نبذة بسيطة عن كمران ندردش كذا دردشة خفيفة نبدأ بسم الله الأخ محمد دايل أخي محمد ترفع صوتك شوية أيوة الشعراء معروف أنهم يرفعوا الصوت والأخ كمال محمد كمال محمد حياك يا أخي كمال الله يحييك نبدأ بجزيرة كمران لماذا سميت جزيرة كمران بهذا الاسم سميت بهذا الاسم في منطقة في الغابة اللي شفناها مع بعض أيوة. فهناك منطقة الشجر يقسم البحر نصفين في الليل تشوف القمر نصفين تشوف القمر هنا تشوف القمر الجهة الثانية فسميت كمران سميت كمران فكيف اللومة الآن متعرف عليها كمران لأنه كان أيامها البريطانية كانوا محتلين الجزيرة
ففي الإنجليزية ما ينطقش القاف. فعلا ما فيش حرف قاف. لذلك سميت كمران، ومن هناك خلص الاسم المدارج عليه كمران. احنا طبعا رحنا مع بعض لهذه المنطقة ما قدرنا ندخل الأشجار وسط البحر. وأنا ماشي فوق السيارة مع بعض كلمتني أني زارت كمران الملكة إليزابيث ومن؟ نعم الملكة إليزابيث. في عام كم هذا زارت؟ تقريبا في أوائل الخمسينات. في أوائل الخمسينات. وإيش كان سر الزيارة؟ يقال أنها قضت شهر العسل في جزيرة. قضت الملكة إليزابيث هذه الأيام شهر العسل هنا؟ نعم. طيب كان في سكن أنا مع البريطانيين ولا؟ نعم المساكن التي شفتوها. يعني جزيرة كمران كان البريطاني احتلوها؟ زمان. كانت كمران تابعة لعدن. كانت تابعة قبل الثمانينات أو قبل السبعينات؟ قبل في الأربعينات تقريبا. كانت مستعمرة. أيوة في ناس بيفيدونا هنا بنخذ منهم فوائد. جميل جدا. نعم أيوة. وقضى الشهر العسل هنا؟ قضى الشهر العسل هنا. الله يرحمها هي قد ماتت ما يمكن. يمكن. قد ماتن. ملحت. طيب نعود إلى الجو الشعري الجميل وكذا قصيدة لو فيها كوميديا ولا حاجة. أقول جزيرة لا بها ضوء ولا بها نسمة، ترى أهلها في كل يوم أصفار، يسافروا من الفجر حين تطلع النجمة إلى الحديدة مشوار ولا مشوار، وقت مقات طلق الناس في زحمة من شان أودين قات تقرقرون قرقار، لا يرفون حوت ولا يرفون لحمة، بسكوت وشاهي بعض القات هم مسمار. جاب نبذة مختصرة ما يعانوا في جزيرة سقطرة، يعانوا الكثير في جزيرة كمران وسقطرة إن شاء الله نزورها ما تقلقوش. فهنا لقينا مشكلة نقولها للجهات المختصة، الماء صح؟ نعم الماء. في محطة تحلية مكلفة أكثر من 150 مليون وما اشتغلت. ما اشتغلتش. والحل المختصين يسمعوا الكلام هذا ويناقشوا الموضوع رجاء. أنا أشكركم. طيب جزيرة كمران ما تشتهر أهلها؟ الصيد. صيد الأسماك. صيد الأسماك. وفي أنا شفتها كذا أشجار وفيها شبك، لماذا هذا الأشجار اللي فيها الشبك؟ هذه في يعني عصافير في كل سنة تجي شهر في السنة. هذه الطيور المهاجرة، ففي الشهر هذا بدأت هي توصل. فأنتوا تصطادوها بالأشباك تحطوا الشبك في الشجر تصطادوها تأكل يأكلوها. نعم يعني ما فيش هنا دجاج، في عصافير. لا في دجاج بس هذه الآن الموسمة. أيوه. الموسم الآن هي توصل فيه. طعمها لذيذ. طعمها لذيذ. نعم يعني لما بنتغدى عصافير. والله إذا رحنا نصطاد بنتغدى. إذا نروح نصطاد عصافير بس بعد ما نتم السواليف. أعزائنا المشاهدين قبل ما نختم في ملاحظة جميلة جدا، في دول يعني ما فيش عندهم جزر، فيقوموا يعملوا جزر صناعية ويجيبوا أحجار ويجيبوا ردميات ويعملوا جزيرة، وإحنا الجزر في كل مكان وما فيش اهتمام. ضروري اهتمام بمثل هذه الجزر اللي حبان الله إياها. نعم معانا البحار، معانا الوديان، معانا الصحراء، معانا البترول، معانا كل شيء، بقي ان احنا نحسن نيتنا وننبذ الفساد واليمن ستضاهي الدول المتقدمه. ختاما في كذا يعني مكافاه بسيطه من قناه السعيده للشاعر ولا اخونا، ونلتقي واياكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات الكاميرا في الريف 4. في امان الله.